استاذ ربنا اتفضل. هقول لكم قصيده. تعال مفاجاه مفاجاه عملتي مفاجاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بما اننا في حضور الشعار الكبيره يا استاذه نجلاء، انا هقول حاجه بسيطه كده على قد يعني. وداعا دنيا الصمت سوف احطم قيود خجلي لاصرخ في دنيا الصمت، ليعلم الجميع باني لي صوت وتكلمت، ليصل صوتي لابعد مدى ولا يردده الصدى، يسمعه القاسي يؤسره يرجعه داني، وفي وجداني انتظر لحظه لفك لساني، لتخرج اول صرخه من اعماقي ولابعد تلك الدمعه عن الفاني. سوف احطم قيود خجلي لاصرخ في دنيا الصمت، ليعود مكاني واسترجع زماني، واقول للايام الا تبعدي احزاني وتفتحي اجفاني وتعلمي باني سياني مع النسيان. يا دنياي عودي الي واتركيني المس الفرح بيدي، واقتبس من نور الشمس مضيء سويه، واحلق في السماء لأمتع عيني، واطير الى الفضاء هل هذا كثيرا علي. ان كنت سترجعين فهيا هيا وعودي الي، عودي الي لانني سوف احطم قيود خجلي لاصرخ في دنيا الصمت، ليعلم الجميع باني لي صوت وتكلم. استاذة رابحة، في مفاجأة ليكي، هيرد عليكي الأستاذ عوض سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مرة تانية. الحقيقة كل حاجة بتاخدنا لحاجة. أنا قلت قصيدتين، واحدة عن القدس وواحدة رومانسية ردا على شعراء، لكن انا هأجل رد عليكي عشان الموقف اللي اتقال دلوقتي، مؤسسة زويل والاعلام الصغير والدكتور عن موضوع الاعلام واللي موجود وكده. وانا كنت من فترة طويلة عملت مسرحية شعرية للاطفال بيقابلوا فيها شخصيات من التاريخ. من ضمن الشخصيات اللي بيقابلوها كان احمد زويل. انا فاكر بس دلوقتي المشهد الاولاني ان بيقابله امل حطم، فبيقولوا له اهلا وسهلا امل حطم، قرينا عنك في الكتب، نقشت اسمك في التاريخ، نقشت بحروف من ذهب. امل حطم بيقول لهم احبادي اهلا بكم، اهلا بكم على ارضكم. طفل من الاطفال بيقول له كلمنا بلغه بسيطه سهله علشان فينا اميين وجهله. ومن حطب بيقول له اميه في بلاد الفراعنه نكته غريبه ماليها معنى، فين البرد يا نيل يحكي لهم عن الزمن الجميل. طفل من الاطفال رد عليه وقال له العلم مش رسم وفنون، العلم طب وهندسه. رد من حطب وقال الهرم اكبر مدرسه، حير دكاترة هندسة. بس العلم مش رسم وفنون، العلم طب وهندسة. رد من حطب وقال في الطب كنا جهابذة، ما عشناش في بيئة ملوثة، والهرم أكبر مدرسة، حير دكاترة هندسة. رد طفل من الأطفال وقال له العلم كيمياء وعلوم، وعلم نفس وفلسفة. رد من حطب وقال في الكيمياء كنا معجزة، في الكيمياء كنا معجزه كده، على ما اتذكر. المهم بيقول له وايه علم نفس وايه فلسفه؟ لنفس راضيه معززه. رد طفل الاطفال وقال له امل حطب حيرتنا، جاي من الزمن البعيد، جاي تجدد حزننا. فامل حطب بيقول له انا مش جاي اجدد حزنكم ولا جاي ابدد عزمكم، انا جاي بس اقول لكم مصري امانه عندكم، مصر أمانة عندكم، مصر أمانة عندكم. فيها فصول بيقابل أحمد حطب، رفاعة الضغطاوي عشان العصر اللي هو الاستعمار، وفي الحاضر بيقابله أحمد زويل، وكمان شخص طفل من المستقبل ما
متخيل في مصر بعدين هيبقى ايه؟ يعني جزء من المستقبل بيقول الطفل داخل بيقول مصر مصر مصر، فعيل او طفل من الاطفال بيقول له مين اللي جاي يقول يا مصر، كانه حقق لمصر مصر، لنصر نصر، لمصر نصر. فبيقول له مالك بتتكلم سريع وبتمشي سريع، اللي بتعمله في ثانيه بنعمله في فصل ربيع. قال مصر ثوره في العلوم، قربت توصل للنجوم. انا سبب يعني معنى الكلام ان انا جايب الاربع فصول، انا مش حافظ يعني بس الكتاب تفكرني بالنص، اربع فصول بيقابلوا فيها شخصيات من التاريخ، منهم الدكتور رمز مصر في العلم الدكتور احمد زويل. شكرا لكم. اتعملت اصوات؟ ما اتعملش في كل ده؟ هتتعمل بس لسه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعالى.